بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله للطلبة الثانوية العامة هنبدأ الجزئية دي بشرح مجموعة فيديوهات عن علوم الفيزياء الحديثة. في البداية يا شباب، احنا بنميز بين نوعين من علوم الفيزياء. أولا الفيزياء الكلاسيكية، ودي علوم الفيزياء اللي اتجمعت مما قبل الميلاد وحتى سنة 1900، ودي علوم فيزياء بتهتم بدراسة الظواهر الطبيعية المرئية على المستوى المرئي وتفسير الظواهر أو تفسير التجارب المعتادة، كما أن كل ما درسناه في علوم الفيزياء من أولى ثانوي لحد نهاية الكهربية ده كله بيندرج تحت اسم علوم الفيزياء الكلاسيكية. أما بالنسبة لعلوم الفيزياء الحديثة أو ممكن نقول عليها فيزياء الكم، فدي علوم الفيزياء اللي اتجمعت في القرن الأخير ابتداء من سنة 1900 حتى يومنا هذا، وتتضمن هذه العلوم تفسير الظواهر الطبيعية غير المرئية، تفسير الظاهر تحت الكون الخارجي، دراسة زي علم الليزر، علم الإلكترونيات، دراسة الفيزياء النووية والذرية إلى آخره من هذه العلوم. وعشان ما نطولش في المقدمة بتاعتنا، هنعرف عندنا إن إحنا خلال الجزئية دي بندرس أربع فصول عبارة عن مقدمة في فروع الفيزياء الحديثة. أول فصل هنبدأ نتكلم عليه، هنبدأ كلامنا عن الفصل الخامس، ونتكلم فيه عن ازدواجية الموجة والجسيم. في البداية يا شباب، ازدواجية الموجة والجسيم في علوم الفيزياء الكلاسيكية أو التقليدية كان دايما علماء الفيزياء يميزوا من حاجة اسمها النموذج الجسيمي والنموذج الموجي. الجسيم هو أي شيء له كتلة ويشغل حيز من الفراغ، يعني ليه حجم، إذا اتحرك ليه كمية حركة، وكمية الحركة بيقل هي حاصل ضرب الكتلة في السرعة. قد يكون الجسم مشحون أو متعادل، يعني تعادل حالة خاصة. طيب دي كده خواص الأجسام، يبقى أي شيء في الطبيعة ليه الخصائص ده ينتقل عليه الجسم. طب والموجة؟ درسنا في تانية ثانوي إن الموجة هي اضطراب ينتقل وينقل معه الطاقة، وعرفنا إن الموجات ليها خواص عامة: انعكاس، انكسار، تداخل، حيود. وبنسمي الخواص دي باسم الخواص الكلاسيكية للموجات، لأن علوم الفيزياء الكلاسيكية فسرت الظواهر دي وحطت قوانينها بكل دقة بالنسبة لهذه الظواهر. ولكن حديثا بدأنا نتعرف على بعض الموجات لها خواص الأجسام، وبعض الجسيمات لها خواص الموجات، فيما يسمى بازدواجية الموجة والجسيم أو الطبيعة المزدوجة. يبقى احنا حاليا بنتعرف على ان هناك موجات بيبقى ليها خواص الأجسام، ومن أشهر الأمثلة دي هي الضوء. هنعرف ازاي ان هو دي طبيعة مزدوجة في الجزئية دي. وبعض الجسيمات لها خواص الموجات زي الإلكترون، أيضا له طبيعة مزدوجة. طيب هنبدأ كلامنا بالضوء. أولا تعرفنا حتى فيما سبق في دراستنا في سنتين ثانوي إن الضوء هو نوع من أنواع الطيف الكهرومغناطيسي، نوع من أنواع الموجات الكهرومغناطيسية يعني، ويتميز بالخواص الكلاسيكية للموجات اللي هي خواص الانعكاس والانكسار والتداخل والحيود. طيب الطيف الكهرومغناطيسي أو أنواع الموجات الكهرومغناطيسية، في 8 أنواع عندنا، أنواع أساسية للموجات الكهرومغناطيسية. ابتداء بأشعة جاما، ودي أعلى الموجات الكهرومغناطيسية تردنا وأقلها في الأطوال الموجية. الأشعة السينية الإكس رايز،
الأشعة اللي فوق بامسجية الألترا فايلوت، الضوء المرئي، الأشعة تحت الحمراء، الموجات الميكرومترية، موجات الإذاعة، وموجات الراديو. دي الأنواع الأساسية للموجات الكهرومغناطيسية، وكل نوع بينقسم لأنواع أخرى. ما تنساش إن الترتيب ده ترتيب يعتبر ترتيب تنازلي حسب التردد والصاعدي حسب الأطوال الموجية. يبقى أشعة جاما، الأشعة السينية، دي أعلى الإشعاعات الكهرومغناطيسية في التردد وأقلها أطوال موجية، يبقى دي إشعاعات ذات أطوال موجية قصيرة جدا. موجات الراديو، موجات الإذاعة، إشعاعات لها أطوال موجية عالية وترددات منخفضة. وده الترتيب بتاعنا، ترتيب تنازلي حسب التردد والصاعدي حسب الطول الموجي. يبقى أشعة جاما، الأشعة السينية، ذات أطوال موجية قصيرة جدا وترددات عالية. ما ننساش إن الضوء المرئي بيتكون من ألوان الطيف السبع: أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي. وحسب الترتيب ده ترتيب طبعا كده، ترتيب تصاعدي حسب التردد وتنازلي حسب الطول الموجي، بحيث إن الضوء البنفسجي هو أعلى ألوان الضوء في التردد وأنهم أطوال موجية. الأحمر هو أعلى الألوان في الطول الموجي والأقل في التردد. ما ننساش إن الأشعة تحت الحمراء والموجات الميكرومترية المايكروويف بتسمى الإشعاع الحراري. الموجات الكهرومغناطيسية كلها ليها سرعة ثابتة في الفراغ سي بيساوي 3 في 10 أس 8 متر كل ثانية، ولا كنا دايما بنسمعها زمان باسم سرعة الضوء. يبقى احنا كل اللي نعرفه عن الضوء ان هو كان نوع من انواع الموجات الكهرومغناطيسية، لحد ما جه عالم ألماني اسمه ماكس بلانك بدأ أبحاثه سنة 1900 عن مصادر الإشعاعات الكهرومغناطيسية. وبلانك لما جه صنف أو اتكلم عن مصادر الإشعاعات الكهرومغناطيسية، فالراجل في أبحاثه بيقول لنا إن أنا لما اتكلم عن مصادر الإشعاع الكهرومغناطيسي بنصنف مصادر الإشعاع أولا إشعاع الأجسام الساخنة أو المتوهجة. والأجسام الساخنة أو المتوهجة يعني الأجسام الساخنة درجة التوهج، زي الشمس عبارة عن كرة غازية مشتعلة، زي فتيلة المصباح الكهربي لما بنمرر فيها التيار الكهربي بتتوهج الفتيلة، زي قطعة فحم متخضة، قطعة فحم يعني مشتعلة درجة الاحمرار. فده إشعاع الأجسام الساخنة. وفي إشعاع الأجسام المعتمة. والأجسام المعتمة بنصنفها احنا مثلا أجسام الكائنات الحية وإشعاع الأرض. هنبدأ الحكاية بإشعاع الأجسام الساخنة وماكس بلانك كان رأيه إيه في القصة دي وحكايته معاها. إشعاع الجسم الساخن، ماكس بلانك في أبحاثه وجد إن الأجسام الساخنة درجة التوهج بينبعث منها كل الإشعاعات الكهرومغناطيسية من أول إشعاعات جاما لحد موجات الإذاعة وموجات الراديو. يبقى الأجسام الساخنة درجة التوهج بينبعث منها مختلف الإشعاعات الكهرومغناطيسية ولكن بدرجات متفاوتة الشدة، يعني مش كل الإشعاعات بتطلع بشدة واحدة، يعني نوعيات من الإشعاعات بتبقى الشدة عالية، نوعيات أخرى شدتها منخفضة. فلما أقول لك يعني إيه إشعاع الجسم الساخن أو جسم متوهج، فزي ما قلت لك الأجسام الساخنة درجة التوهج بينبعث منها مختلف الإشعاعات الكهرومغناطيسية بدرجات متفاوتة الشدة. طبعا بقول لك مثل إشعاع الشمس، إشعاع فتيلة المصباح، قطعة فحم متخضة. المهم ماكس بلانك في أبحاثه وجد إن الجسم الساخن لدرجة التوهج زي الشمس بينبعث منها مختلف الإشعاعات الكهرومغناطيسية. وبدأ بلانك في الأبحاث بتاعته يعمل لنا بعض العلاقات البيانية
اللي بتوضح العلاقه بين شده الاشعاع الكهرومغناطيسي والاطوال الموجيه. فاحنا لما نبص لاي علاقه بيانيه زي كده، طبعا دي نقطه الاصل صفر وصفر، كل ما هتطلع لفوق يبقى شده الاشعاع بتزيد، نازل تحت شده الاشعاع تقل، رايح يمين اطوال موجيه بتزيد، راجع الاطوال الموجيه بتقل. فبلانكو لما درس الاشعاعات المختلفه اللي بتصدر من الاجسام الساخنه، وجد ان هو لما بيجي يرسم علاقه بين شده الاشعاع والاطوال الموجيه بتطلع بهذا المنحنى. المنحنى ده ليه دلالات عندنا. اولا الاشعاعات ذات الاطوال الموجيه القصيره اللي في البدايه زي اشعه جاما او الاشعه السينيه، دي اطوال موجيه قصيره جدا، عاده بتنبعث بشده قليله جدا. كما ان الاشعاعات ذات الاطوال الموجيه العاليه ايضا بتنبعث بشده منخفضه جدا. معظم الاشعاعات اللي هي شده عاليه في المنطقه اللي في النص، هي تبقى منطقه الضوء المرئي والاشعاع الحراري. وبعدين الاشعاع الحراري هي الاشعه تحت الحمراء والموجات الميكرومتريه. فتسمى هذه العلاقه باسم منحنى بلانك. يبقى منحنى بلانك هو المنحنى الذي يوضح العلاقه بين شده الاشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من الاجسام والاطوال الموجيه لهذه الاشعاعات. هناك بعض الامثله لاشعاع الاجسام الساخنه زي اشعاع الشمس واشعاع فتيله المصباح. طبعا في بدايه الصفحه هكتب لك يتضح لنا من منحنى بلانك ان الاشعاعات ذات الاطوال الموجيه القصيره زي اشعه جاما واكس تكون لها شده صغيره تقترب من الصفر، كما ان الاشعاعات ذات الاطوال الموجيه العاليه زي موجات الاذاعه وموجات الراديو تكون لها شده صغيره جدا تقترب ايضا من الصفر. طيب من امثله اشعاع الاجسام الساخنه هو اشعاع الشمس. الشمس معروف بالنسبه لنا ان الشمس نجم متوسط الحجم متوسط في درجه الحراره. درجه حراره باطن الشمس 14 مليون درجه كلفن، سطح الشمس درجه حرارتها 6000 كلفن. الاهم عندنا لما بنيجي ندرس الاشعاعات المنبعثه من الشمس فبنجد الاتي، ان احنا عندنا 40% من الطاقه الاشعاعيه طالعه من الشمس بتبقى ضوء مرئي، 50% اشعاع حراري اشعه تحت حمراء موجات ميكرومتريه بقول مره ثانيه، و10% في نطاق الاشعاعات الاخرى. يعني 10% بقى متقسمه على اشعه جاما، الاشعه السينيه، اشعه فوق بمثاليه الى اخره. المثال الثاني هو اشعه فتيله المصباح. طبعا فتيله المصباح درجه حراره الفتيله نفسها مش اللمبه نفسها، الفتيله المتوهجه درجه حرارتها تصل 3000 كلفن، وبنجد ان 20% من اشعاعاتها ضوء مرئي والباقي تقريبا اشعاع حراري، الباقي هو طبعا يصل ل 80%. من العلاقات المهمه اللي بنجدها على منحنى بلانك العلاقه اللي نشوفها في الرسم اللي زي دي. طبعا هنا في الرسم دي انا راسم منحنى بلانك اللي هو المنحنى اللي بيوضح العلاقه بين شده الاشعاعات والاطوال الموجيه. اولا ده منحنى بلانك من الاشعاعات الصادره من جسم درجه حرارته 6000 درجه كلفن، وده منحنى بلانك للاشعاع الصادر من جسم الاشعاعات الصادره من جسم درجه حرارته 3000 كلفن. لما نبص للمنحنى كويس هنلاقي ان هنا اعلى شده اشعاع عند طول موجي 500 نانومتر لامدا ام 1، الطول لامدا ام الطول الموجي المصاحب لاقصى شده اشعاع. اما الطول الموجي المصاحب لاقصى شده اشعاع صادر من جسم درجه حراره 3000 كلفن هتلاقيها عند 1000 نانومتر. لما نتوقف عند الموضوع ده شويه لازم تاخد بالك من حاجه، ان كده العلاقه بين الطول الموجي المصاحب لاقصى شده اشعاع ودرجه الحراره، بص معايا هنا ده درجه حراره الجسم ده كام؟ 6000 كلفن زي اشعاع الشمس. طب الطول الموجي المصاحب لاقصى شده اشعاع عنده 500 نانومتر. طب الجسم الثاني اللي درجه حرارته 3000 كلفن جسم متوهج درجه حرارته اقل من ده، بس هنا الطول الموجي المصاحب لاقصى شده اشعاع عند 1000 نانومتر. يعني هنا شايف درجه حراره قلت للنص،
ان الطول الموجي مصاحب لعكس شدة اشعاع زد للضعف، وبالتالي يبقى هيتضح بالنسبة لنا ان العلاقة بين الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة الإشعاع ودرجة الحرارة على تدريج كلفن هي علاقة عكسية، وتعرف هذه العلاقة باسم قانون فين. يبقى قانون فين بينص القانون ان الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع لمدة ام يتناسب عكسيا مع درجة حرارة الجسم المشع على تدريج كلفن. لمدة ام واحد على لمدة ام اتنين بتساوي تي 2 على تي 1. الأهم عندي في القصة دي في قصة كونفين إن أنت لازم تاخد بالك كويس. دلوقتي الأجسام المشعة، ده جسم مشع مثلا درجة حرارته 10,000 كلفن، ده جسم مشع آخر درجة حرارته 4,000 كلفن، ده بينبعث منه كل الإشعاعات بدرجات متفاوتة، وده بينبعث منه كل الإشعاعات بدرجات متفاوتة، ولكن الجسم اللي درجة حرارته أعلى فمعظم إشعاعاته بتبقى من نوعيات ذات الأطوال الموجية القصيرة. الجسم المشع اللي درجة حرارته أقل بتبقى إشعاعاته معظمها ذات أطوال موجية أعلى شوية. يبقى كل ما تقل درجة حرارة الجسم المشع معظم إشعاعاته بينها أطوال موجية كبيرة. يعني على سبيل المثال واحنا بنتكلم عن إشعاع الشمس، الشمس نجم متوسط في درجة الحرارة، يعني في نجوم اعلى درجه حراره من الشمس ونجوم اقل درجه حراره من الشمس. طب الكلام ده اتعرف ازاي؟ هو في حد راح للشمس وحط الترمومتر وقاس درجه الحراره؟ طب ما حصلش. طب احنا عرفنا منين؟ انا عرفته من دراسه الاشعاعات اللي جايه. بندرس اشعاع نجم معين بنلاقي ان اطواله الموجيه او الاشعاعات اللي جايه من النجم ده اطوالها الموجيه اقل من اطوال الموجيه الاشعاعات الصادره من الشمس، يبقى النجم ده درجة حرارته أعلى من الشمس. طب نجم آخر معظم إشعاعاته أطوالها الموجية أعلى من الإشعاعات الصادرة من الشمس، يبقى ده النجم ده درجة حرارته أقل من الشمس. يبقى أنا ما وصلتش للشمس عشان أعرف درجة حرارتها، أنا عرفت من الأطوال الموجية للإشعاع اللي صادر من النجم نفسه. يمكن حاجة من الحاجات المشهورة اللي بنشوفها على قصة قانون فين سؤال زي ده، لو قلت لك فسر العبارة عند تسخين جسم لدرجة التوهج يتوهج في البداية بضوء أحمر ثم يتحول إلى اللون الأصفر ثم إلى الأزرق بزيادة درجة الحرارة. لو قلت لك فسر عبارة زي دي، ما تيجي تفسر عبارة زي دي، الجسم عند بداية التوهج بيتوهج بضوء أحمر لأن هنا الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع بيبقى طول موجي عالي شوية في منطقة الضوء الأحمر. اوعى تنسى إن الأحمر كان أعلى الألوان في الطول الموجي، البرتقالي أقل، الأصفر أقل، واضطرابات الداتيزين لحد ما وصل للبنفسجي. طيب الجسم عند بداية التوهج الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع طالع منه بيبقى طول موجي عالي شوية في منطقة الضوء الأحمر، فبيغلب على الجسم المتوهج الضوء الأحمر. طب كل ما نرفع درجة حرارته أكتر الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع يبدأ يقل، يزاح بقى في منطقة الضوء البرتقالي ثم الأصفر ثم الأزرق حسب كلامنا في قانون فين. ده معنى التفسير ببساطة، عند بداية التوهج يكون الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع طويل في منطقة الضوء الأحمر، وبزيادة درجة الحرارة يقل الطول الموجي ليظهر في منطقة الضوء الأصفر ثم الأزرق. طبعا حسب قانون فين ان هناك علاقة عكسية بين الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع والأطوال الموجية. ده بالنسبة لقانون فين. هنرجع تاني لمنحنيات بلانك اللي هي بتوضح العلاقة بين شدة الإشعاع والأطوال الموجية، وهنجد مشكلة واجهها بلانك بين علوم الفيزياء الكلاسيكية والمنحنيات بتاعته. طبعا ماكس بلانك كان بيعمل تجارب عملية لدراسة الإشعاعات الصادرة من الجسم الساخن أو المتوهج والأطوال الموجية، فوجد نواتج التجارب بتاعته كالآتي. ونقول مرة تانية إن الإشعاعات ذات الأطوال الموجية قصيرة شدتها قليلة، وكل ما بيزيد الطول الموجي شدة الإشعاعات بتزيد وتقل شدة الإشعاعات في الأطوال الموجية وتقل شدة الإشعاعات في الأطوال الموجية
العالية. طيب الجماعة بتوع الفيزياء الكلاسيكية، علوم الفيزياء الكلاسيكية القديمة لما بتتعامل مع الإشعاعات الكهرومغناطيسية بتتعامل معاها على إنها موجات، وفي رأيهم إن شدة الموجة تتناسب طردي مع ترددها. طيب وإذا كانت شدة الموجة، وإذا كانت شدة الموجة فاي ال تتناسب طردي مع التردد، طب ما هو التردد بيتناسب عكسي مع الطول الموجي، ودي علاقة مفهومة. يبقى معنى كده إن شدة الإشاعات علاقتها بالأطوال الموجية هتبقى علاقة عكسية. ده في رأي علوم الفيزياء الكلاسيكية، إن العلاقة بين شدة الإشعاع والطول الموجي تبقى علاقة عكسية. فكانت علوم الفيزياء الكلاسيكية تتوقع إن إحنا لما نيجي نرسم علاقة بين شدة الإشعاعات والأطوال الموجية تطلع العلاقة علاقة عكسية. ده التوقع الكلاسيكي، أنه كلما زاد طول الموجة تقل شدة الإشعاع. ولكن ماكس بلانك وجد في تجاربه العملية إن شدة الإشعاعات بتقل في كل من الأطوال الموجية القصيرة والعالية على حد سواء. عشان كده لما أجي أقول لك لم تتمكن الفيزياء الكلاسيكية من تفسير محاولة بلانك، علل السبب، هتقول لأنها تعتبر إن الإشعاعات الكهرومغناطيسية موجات تتوقف شدتها على التردد، أي أنه كان من المتوقع أن تقل شدة الإشعاع في الأطوال الموجية العالية فقط. ولكن وجد بلانك عمليا بالتجارب أن شدة الإشعاعات تقل في كل من الأطوال الموجية العالية والقصيرة على حد سواء. يبقى في الحالتين شدة الإشعاع بتقل، وده بيخالف التوقع بتاع الفيزياء الكلاسيكية. ماكس بلانك لم تتوقف أبحاثه عند كده، ولكن بدأنا نتكلم بقى عن إشعاعات الأجسام المعتمة. الأجسام المعتمة أو غير المتوهجة زي أجسام الكائنات الحية، زي الإشعاع اللي صادر من الأرض. بلانك درس هذه الظاهرة تماما ووجد الآتي: وجد أن الأجسام المعتمة مثل أجسام الكائنات الحية أو سطح الأرض إذا سقط عليها إشعاع كهرومغناطيسي، أي نوع من أنواع الإشعاعات الكهرومغناطيسية، فإنها تمتص جميع الإشعاعات الكهرومغناطيسية الساقطة عليها. نقول عليها ممتص مثالي، يعني زي ما اللون الأسود بيمتص كل ألوان الطيف، الأجسام المعتمة تمتص جميع الإشعاعات الكهرومغناطيسية الساقطة عليها. ممتص مثالي. ثم تنبعث من هذه الأجسام إشعاعات كهرومغناطيسية أخرى بصورة مثالية. يعني إيه بصورة مثالية؟ الجسم المعتم إذا امتص طاقة إشعاعية على سبيل المثال 500 جول، يعني امتص مجموعة إشعاعات مجمل طاقتها 500 جول، هيبدأ هذا الجسم المعتم تنبعث منه نفس الإشعاعات، نفس نوعية الإشعاع يعني؟ لا مش نفس نوعية الإشعاع، نفس الطاقة الإشعاعية، يعني هينبعث منه برضه 500 جول طاقة إشعاعية. يبقى زي ما هو ممتص مثالي باعث مثالي، ممتص مثالي وباعث مثالي في الطاقة، هينبعث منه نفس الطاقة الإشعاعية. ولكن نظرا لأن الأجسام المعتمة طبعا درجة حرارتها قليلة، فالجسم لما يكون درجة حرارته قليلة تبقى الإشعاعات المنبعثة منه ذات أطوال موجية عالية حسب قانون فين، إن العلاقة من درجة حرارة وطول الموجة علاقة عكسية. فنظرا لأن الأجسام المعتمة بتبقى درجة حرارتها منخفضة، فالإشعاعات المنبعثة منها بتبقى ذات أطوال موجية عالية. وبنجد أن الإشعاع المنبعث من الأجسام المعتمة أطوال موجية كبيرة، ومعظمه بيقع في نطاق الإشعاع الحراري، وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة إشعاع الجسم الأسود. ولما أجي أعرفها هي ظاهرة امتصاص الأجسام المعتمة مثل أجسام الكائنات الحية والأرض لجميع الإشعاعات الساقطة عليها ممتص مثالي، ثم تنبعث منها هذه الإشعاعات بصورة مثالية ولكن بأطوال موجية عالية. اوعى تنسى الإشعاع المنبعث من الأجسام المعتمة يكون في نطاق الإشعاع الحراري. يبقى دلوقتي سعادتك بتحركت في مشوار معين، ماشي في الشارع، جسمك اتعرض
لإشعاعات مختلفة من إشعاعات الشمس، جسمك بيمتص كل الإشعاعات الساقطة عليه، ثم تنبعث منه هذه الإشعاعات بصورة مثالية في الطاقة، نفس الطاقة اللي جسمك امتصها هيفقدها ولكن في صورة إشعاعات حرارية أطوالها موجية عالية، سواء أجسام الكائنات الحية أو الأرض. موضوع تصوير الإشعاع الحراري الصادر من الأجسام المعتمة حاليا وتقريبا من نهاية الثلاثينات بدأ علماء الفيزياء يعملوا أجهزة تصور الإشعاع الحراري الصادر من الأجسام المعتمة، وعن طريق تصوير هذه الإشعاعات يمكن تحديد خواص هذه الأجسام. وحاليا مجال تصوير الإشعاع الحراري بقى مجال واسع في العلم، وعملية تصوير إشعاع حراري صادم الأجسام عادة بنسميها تقنية الاستشعار عن بعد أو ريموت سينسينج، تقنية الاستشعار عن بعد. وعندنا يعني نبذة بسيطة كده عن أهمية دراسة هذا الإشعاع أو المجالات العلمية المختلفة لاستخدام هذا الإشعاعات. أهمية دراسة الإشعاع الحراري الصادر من الأجسام المعتمة، أهمية الكلام ده في إيه؟ أولا تحديد مناطق الثروات الطبيعية على سطح الأرض. طب الكلام بشوية تفاصيل، بنزود بعض الأقمار الصناعية بأجهزة تصور الإشعاعات الحرارية الصادرة من سطح الأرض، وعن طريق تصوير هذه الإشعاعات يمكن تحديد مناطق الثروات الطبيعية على سطح الأرض. يعني نقدر نحدد المكان الفلاني ده فيه بترول، المكان ده فيه غاز طبيعي، المكان ده فيه مياه جوفية. والموضوع سريعا كده بيتم عن طريق عملية مقارنات. مقارنات يعني ايه؟ يعني مثلا معروف ان دول الخليج العربي، عند الخليج العربي الكويت الامارات البحرين عمان شرق السعودية، المنطقة دي فيها مخزون بترول عالي، فانا هخلي القمر الصناعي يصور الاشعاع الحراري الصادر من المنطقة دي، وبتحديد نوعية الإشعاعات دي بدقة تامة ونسبتها في أي مكان آخر بقى على سطح الأرض يطلع منه نفس هذه الإشعاعات، يبقى المنطقة دي برضه فيها إيه؟ بترول وغاز طبيعي، فبقدر أحدد من غير ما أحفر. يبقى هي عملية مقارنات بين منطقة ومنطقة. طيب في التطبيقات العسكرية، أجهزة الرؤية الليلية، ودي أجهزة مناظير بيلبسها الجنود للتحرك او للتسلل في الظلام، في الضلمه خالص مفيش نور، الاجهزه بتصور الاشعاع الحراري الصادر من سطح الارض والاجسام الكائنات الحيه ويكونون صور بحيث يقدر يتحركوا في الظلام التام. في انواع من الرادارات، اجهزه الرادار بتصور الموجات الميكرومتريه الصادره عن محركات الطائرات، فيقول لك الرادار الذي يعمل من الموجات الميكرومتريه. ممكن نستخدم مجال تصوير الإشعاع الحراري في بعض الأغراض الطبية زي فحص الأجنة عن طريق تصوير الإشعاع الحراري الصادر من جسم الأم الحامل، يمكن تكوين صورة لشكل الجنين داخل الرحم ونتتبع مراحل نموه إلى آخره. تشخيص الأورام السرطانية، يمكن تحديد أماكن وجود الخلايا السرطانية أو الأورام السرطانية من خلال تصوير الإشعاع الحراري صادر من جسم الإنسان. 4 اكتشاف الأدلة الجنائية، يمكن في موضوع اكتشاف الأدلة الجنائية الموضوع فيه يمكن موضوع غريب شوية، إن إحنا وجدنا إن الأجسام المعتمة لما بينظر منها إشعاع حراري، الإشعاع الحراري صادر من الجسم بيفضل في مكان تواجد الجسم لفترة قصيرة حتى لو الجسم ده ساب المكان ده ومشي. يعني انت مثلا لو انت قاعد في قاعة فيها 20 طالب مثلا، كل واحد بينبعث منه إشعاع حراري. طيب ال 20 طالب دول مشوا من القاعة، وجي واحد جاب جهاز إشعاع حراري يصور إشعاع حراري في المكان ده بس بعديها على طول، هيبدأ الجهاز يطلع صور للأشخاص اللي كانت موجودة عن طريق الإشعاع الحراري كان المتبقي من جسمهم واللي فضل في مكانهم بعد هم حتى سابوا المكان ده ومش. فاحنا ممكن نستخدم هذه التقنيه واللي مكتوبه في الكتاب باسم تقنيه الاستشعار عن بعد في الادله الجنائيه.
اكتشاف الأدلة الجنائية، حيث يبقى الإشعاع الحراري الصادر من الجسم لفترة في مكان تواجد الجسم حتى بعد تحركه ومغادرته لهذا المكان. بعد ما بلانك اتكلم عن موضوع إشعاع الجسم الأسود ومنحنيات بلانك، طبعا بلانك وجد صعوبة في تفسير هذه الظواهر باستخدام النظريات الكلاسيكية للموجات. هنرجع تاني ونقول إن الفيزياء الكلاسيكية لما بتتعامل مع الإشعاعات الكهرومغناطيسية بتتعامل معاها على إنها موجات فقط لا غير، اللي هي الخواص العامة للموجات. طب بالخصائص دي عشان نفسر منحنيات بلانك ما نقدرش. عشان نفسر ظاهرة إشعاع الجسم الأسود برضو الأمر فيه صعوبة. فبدأ ماكس بلانك يعتمد على نفسه، وبدأ يضع فروض بيوضح فيها طبيعة الإشعاع الكهرومغناطيسي، فروض لتوضيح طبيعة الإشعاعات الكهرومغناطيسية. طيب إيه الفروض دي؟ وهنلاقي الكلام ده مكتوب في الكتب أو في المذكرات باسم فروض بلانك لتفسير ظاهرة إشعاع الجسم الأسود. ماكس بلانك في فروضه عن طبيعة الإشعاع الكهرومغناطيسي بدأ بالآتي. في رأي ماكس بلانك عن طبيعة الإشعاعات الكهرومغناطيسية، ماكس بلانك فرض أن الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من أي جسم ده بيبقى عبارة عن سيل يعني كم كبير، عدد لا نهائي من كمات الطاقة التي تنبعث من الجسم المشع. كم الطاقة، الكم أو الذي يعرف باسم الكوانتم، كنا زمان درسنا في الكيمياء في تانية ثانوي إن أنت درست مفهوم الكوانتم، إن هو كم محدد من الطاقة لا يتجزأ ولا يتضاعف. ففرض بلانك بيقول إن أي إشعاع كهرومغناطيسي يتكون من بلايين، عدد لا نهائي من كمات الطاقة تسمى الفوتونات. يبقى كلمة كوانتم دي معناها ايه؟ احنا نطلق على اسم فوتون، طبعا هو الاسم اساسا من الانجليزي بس احنا بننطقه بالعربي. يبقى في رأي بلانك ان اي اشعاع كهرومغناطيسي ده بيبقى عبارة عن عدد لا نهائي من كمات الطاقة التي تنبعث من الجسم المشع. تمام. وايه كمان؟ في رأي بلانك ان الفوتونات اللي هي كمات الطاقة دي اثناء انتشارها بتصاحبها موجة كهرومغناطيسية تصف الخواص الجماعية لهذه الموجات، بمعنى ان احنا لا يمكن ملاحظة كل فوتون على حدة، ما نقدرش نشوف كل فوتون لوحده، ولكن احنا بنلاحظ الموجة المصاحبة للفوتونات. وتنصب دراسة الفيزياء الكلاسيكية عن خواص هذه الموجات، ده علوم الفيزياء الكلاسيكية. يبقى هو في رأيه إن الفيزياء الكلاسيكية بتقول إن الإشعاع عبارة عن موجة، وهم كل كان كلامهم عن خواص هذه الموجة، انعكاس، انكسار، تداخل حيود. ولكن في رأي بلانك إن الإشعاع عبارة عن كمات من الطاقة اللي هي الفوتونات أثناء انتشارها تصاحبها موجة تصف خواصها الجماعية. طيب وإيه كمان؟ تلاتة، طاقة الفوتون الواحد بيساوي اتش في نيو، حيث اتش مقدار ثابت يعرف باسم ثابت بلانك، وقيمته 6625000 في 10^34 جول في الثانية. طب والنيو ده تردد الموجة المصاحبة للفوتونات. يبقى معنى كده ان طاقة الفوتون الواحد بتتناسب طردي مع التردد، يعني كل ما بيزيد تردد الموجة المصاحبة للفوتونات بيزيد طاقة الفوتون الواحد. أربعة، طيب والفوتونات دي بتنبعث ازاي؟ ايه مصدرها؟
في رأي بلانك أن الفوتونات تنبعث نتيجة تذبذب ذرات الجسم. عرفت أنت في الكيمياء زمان أن الذرة ليها مستويات طاقة، إذا كانت الذرة مستقرة فبتبقى طاقتها قليلة، ونقول أن الذرة في مستوى أرضي. يعني إيه مستوى أرضي؟ يعني الطاقة أن الذرة ليها أقل طاقة ومستقرة وطاقتها قليلة، ونقول أن الذرة موجودة في مستوى أرضي. طب إذا اكتسبت الذرة دي طاقة فإنها تنتقل من المستوى الأرضي اللي هو الأقل في الطاقة لمستوى أعلى في الطاقة، فيما تسمى عملية إثارة الذرة، الذرة المثارة. طيب الذرة المثارة دي هتفضل مثارة إلى ما لا نهاية؟ قال لا، هي بتستمر لفترة زمنية قصيرة نسميها فترة العمر أو فترة عمر الإثارة، وبعد انتهاء فترة الإثارة بتبدأ الذرة تنزل تاني للمستوى الأرضي وينبعث منها فوتون طاقته اتش نيو، وتساوي فرق الطاقة بين المستويين. عملية إثارة الذرة وبعدين هي تفقد طاقة إثارتها وتفقد طاقة إثارتها بينبعث فوتون طاقته بيساوي فرق الطاقة بين المستويين. يبقى تنبعث الفوتونات نتيجة تذبذب ذرات الجسم المشع، هي انتقالها من مستوى أعلى إلى مستوى أدنى. طيب يعني الموضوع بشكل كده مبسط، لو قلنا إن دي فتيلة المصباح الكهربي اللي هي فتيلة بتصنع من التنجستين، الفتيلة دي طبعا تحتوي على ملايين من الذرات، من ذرات التنجستين. لما بيمر فيها تيار كهربي بتبدأ الفتيلة تسخن وتتوهج، الطاقة الحرارية بتعمل إثارة لذرات التنجستين. لو كل ذرة تنجستين حصل لها إثارة مرة واحدة وانبعث منها فوتون واحد، يبقى هيطلع عندك عدد لا نهائي من الفوتونات. هذه الفوتونات المنبعثة من ذرات التنجستين هي اللي بتمثل إشعاع، ده يعني ببساطة للتوضيح. ما ننساش خمسة ان كل ما يزيد عدد الفوتونات المنبعثة تزداد شدة الاشعاع، يبقى شدة الاشعاع خد بالك تتوقف على عدد الفوتونات، اوعى تنسى شدة الاشعاع تتوقف على عدد الفوتونات، كل ما يزيد عدد الفوتونات تزداد شدة الاشعاع. وفي الترددات العالية بتزداد طاقة الفوتون وبيقل عدد الفوتونات. ببساطة بشيء مبسط كده، لو قلنا ان الطاقة الكلية للإشعاع بتساوي 1000 جول مثلا، والإشعاع ده عبارة عن فوتونات، وطاقة كل فوتون اتش نيو واحد 5 جول. في الحالة دي يبقى عدد الفوتونات كم فوتون؟ هنقسم 1000 على 5، نقسم الطاقة الكلية على طاقة الفوتون واحد، 1000 على 5 يطلعوا 200 فوتون. طيب لو تردد الإشعاع زاد، قال لي يا أستاذ لو تردد الإشعاع زاد هتبقى طاقة الفوتون هتزيد اتش نيو 2، إذا التردد زاد طاقة الفوتون كلها بتزيد، بقت مثلا 20 جول، دي طاقة الفوتون الواحد. في الحالة دي عدد الفوتونات يبقى كام فوتون؟ هتقوم قاسم الطاقة الكلية للإشعاع 1000 على 20، يبقى عدد الفوتونات 50. يبقى إذا التردد زاد طاقة الفوتون بتزيد وعدد الفوتونات بدأ يقل. يبقى ما تنساش إذا زاد تردد الإشعاع تزداد طاقة الفوتون واحد وعدد الفوتونات بيقل. يمكن دي أهم فروض بلانك عن طبيعة الإشعاع الكهرومغناطيسي أو تصوره عن طبيعة الإشعاع الكهرومغناطيسي. يتكون الإشعاع الكهرومغناطيسي من عدد لا نهائي من كمات الطاقة أو وحدات الطاقة تسمى كل منها فوتون الكوانتم. لا يمكن ملاحظة كل فوتون على حدة، وإنما نلاحظ خواص الموجة المصاحبة لها وهي الخواص الكلاسيكية للموجات. يمكن تعيين طاقة الفوتون واحد من علاقة E بيساوي H في نيو، حيث نيو تردد الموجة المصاحبة
و اتش 7 بلانك وقيمته 6,625,000 في 10 سالب 34 جول في الثانية. 4 تنبعث الفوتونات من تذبذب ذرات الجسم المشع عند انتقال الذرة من مستوى أعلى طاقة إلى مستوى أدنى فإنها تفقد فرق الطاقة في صورة فوتون. 5 لا تنبعث الفوتونات من الذرات طالما كانت الذرة مستقرة، يعني الذرة مستقرة ما حصلهاش إثارة ما فيش أي فوتونات بتنبعث منها. وهندسة بتتوقف شدة الإشعاع على عدد الفوتونات، وزي ما اتفقنا كلما إذا كانت طاقة الإشعاع ثابتة فإنه كلما زاد تردد الإشعاع تزداد طاقة الفوتون ويقل عدد الفوتونات. وطبعا ده المثال التوضيح اللي كنت بوضعه من شوية. دي كانت أهم فروض بلانك عن طبيعة الإشعاعات الكهرومغناطيسية والفروض اللي استخدمها في تفسير منحنى بلانك أو إشعاع الجسم الأسود. الفروض دي في وقتها كانت تحتمل الصح أو الخطأ، تحتمل الصح أو الخطأ، ولكن العلماء اكتشفوا ظواهر جديدة أثبتت صح الكلام بلانك. هندرس منهم ظاهرتين، ظاهرة تسمى ظاهرة التأثير الكهروضوئي وظاهرة تسمى ظاهرة كومبتو. على العموم هنبدأ الفيديو القادم بظاهرة التأثير الكهروضوئي أو الظاهرة الكهروضوئية. أتمنى أن يكون الكلام ده هو على عجالة، لأن أنا مش عايز أزود الفترة الزمنية بتاعت الفيديو نفسها، بس أنت طبعا ممكن تعيد الكلام مرة واتنين بحيث يثبت معاك. وأتمنى يكون الكلام واضح، وأتمنى من أبناء الطلبة أنهم يشد حيلهم في الفترة دي. طبعا الظروف الاستثنائية اللي احنا ماشي فيها البلد، احنا بنحاول بس نجتهد على قدر المستطاع حتى يشعر الآخر. ان شاء الله ربنا يوفقنا، والفيديو الجاي ان شاء الله هنبدأ بكلامنا عن الظاهرة الكهروضوئية.